بسم الله، هنبدأ نتكلم على مفهوم مهم جدا في الاوبجكت اورينتد اسمه الباكج. احنا عرفنا ان الكلاس عبارة عن كونتينر بيحط جواه مجموعة من الفانكشنز، من مجموعة من البروبرتيز او الفيلدز الى اخره. المرة دي لو انا عندي بقى مجموعة من الكلاسز عايز اجمعها مع بعض، مثلا اتوقع ان انا مثلا في مثال بعمل سيستم كبير شوية، فعايز اعمل ايه؟ مجموعة كلاسز مثلا بتاعت الموظفين اعملهم حاجة اسمها موظفين، مجموعة كلاسز مثلا بتاعت الاكاونتنج اعملهم في حاجة اسمها اكاونتنج، مجموعة الكلاس يعني كمان حاوية اخرى. فعملت باكج بي كي جي 1 وعملت كلاس اسمه كلاس 1، يبقى كلاس 1 ده تابع الباكج اللي اسمها باكج 1، وكلاس 2 هنا برضو كده خلاص بقى تابع مين؟ الباكج 1 والى اخره، وممكن يبقوا منفصلين هما الاثنين في فايلين مختلفين، واولهم كلمه باكج بي كي جي 1 عادي مفيش مشكله خالص. هعمل فايل تاني، يعني الغرض ان انا اعمل فايل تاني عشان اوريك ان انا مثلا هعمل ايه؟ عايز اعمل باكج اخرى، هعمل باكج تانية سميتها بي كي جي 2 مثلا، باكج 2. وطبعا على فكره ممكن اقول مثلا كوم دوت باكج 2 عادي، ممكن اقول مثلا ايه سكول دوت مثلا تيتشرز دوت اي حاجه باكج كذا عادي مفيش مشكله، يعني ممكن الدوت هنا تستخدم كحاجه جوه حاجه جوه حاجه. خلاص الكلاس كلاس 1 وهنا كلاس 2. دي ميزه كمان لاحظناها، ايه هي؟ ان كلاس 1 وكلاس 2 كانوا موجودين في باكج ثانيه، وانا عايز استخدم نفس الاسم في باكج ثالثه مفيش عندي مشكله. فلو انا مستدعي باكجز من خارجيه او انا بستخدم كذا باكج وفي اسماء الكلاسز بتتكرر معايا، ما عنديش مشكله لو هم في ايه، في باكجز مختلفه. طب لو انا عايز انادي على كلاس من الباكج الثانيه عادي جدا، قلت var c1 بتساوي باكج 1 دوت كلاس 1، افتح بس القوس ونقفله عادي. وصلنا له، يبقى اقدر برده كده ميزت عشان ما يحصلش كونفليكت في الايه، في المسميات عادي جدا، قدرت اوصل لكلاس بنفس الاسم بس في باكج ثانيه من خلال ان انا ميزته باسم الايه، باسم الباكج، فما فيش عندي مشكله. فبقى اوبجكت سي 1 عباره عن ايه؟ كلاس 1، بس كلاس 1 اللي موجود في الباكج ايه، في باكج 1، ما عنديش مشكله رغم ان عندي عندي كلاس 1 في الباكج اللي انا فيها او في باكج ثانيه، ما عنديش مشكله. طب برضه هزود الفكره عشان ناكد على بعض المفاهيم الخاصه بالباكجز. هعمل فايل جديد وام جاي اعمل امبورت، انا عايز استدعي باكج، فقلت عارف باكج 1، انا عايز باكج 1 دوت، لازم اوصل للحاجات اللي جوه. انت عايز ايه من الباكج 1؟ لو جيت قلت استرسك كده معناه انا عايز كل الكلاسز اللي جوه باكج 1 تبقى متاحه عندي في الفايل ده عادي جدا. فلو جيت عملت فانكشن اسمها مين وحبيت استخدم اي حاجه من باكج 1 هستخدمها عادي جدا اكنها بقت موجوده، لان عملت لها امبورت، يعني بقت موجوده عندي من ضمن، اكنها بقت من ضمن الفايل اللي موجود فيه او من ضمن الباكج اللي موجود فيها لو هي باكج اصلا، يعني لو الفايل ده عباره عن باكج مفيش مشكله، لو باكج ثالثه يعني مفيش عندي مشكله. عملت باكج او مش مسميه، لما مش مسميه بنسميها روت، لما ما نكونش مسمينها صراحه جهره كده اكسبليسيت بنسميها باكج روت. خلاص فانا باكج 3 عادي جدا، وجيت قمت جوه وعامل امبورت الباكج 1 بكل اللي جواها. فلما اجي اتكلم اقول كلاس 1، خد بالك قال لي كلاس 1 اللي جوه باكج 2، عمل لي امبورت باكج 2 دوت كلاس 1، استدعى بس من الايه، كلاس 1 من باكج 2. فقمت انا قايله ماشي مفيش مشكله، var c1 بتساوي كلاس 1، افتح بس كوس واقفله. خلاص كده انا استدعيت مين؟ كلاس 1 بالنسبه لي، يبقى هو الامبورتد على طول. طب ليه ما جابش كلاس 1 اللي فوق؟ لان اللي فوق انا عامل استرسك يعني كله، يبقى لازم احدد. اما لو انا جيت كده على طول مباشره يبقى انا لازم ايه، يبقى انا بتكلم على مباشره برضو، انا مباشره عامل باكج 2 دوت كلاس 1، يبقى اما اقول كلاس 1 يبقى انا بتكلم عليه. طب لو انا عايز استدعي اللي هو كلاس 1 الثاني، خلاص اللي هو كلاس 1 اللي هو جوه باكج 1، يبقى هضطر اقول باكج 1 دوت كلاس 1، باكج 1 دوت ايه كلاس 1 عشان اقدر اوصل له، عشان ما يحصلش كونفليكت في الاسماء، ما يحصلش كونفليكت للاسماء. طب ليه هو اداني الاسم العام اللي هو الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه اقرب دقه، لان انت في الامبورت محدد، يبقى هو اعتمد ان اللي انت محدده في الامبورت هو الاقرب ليك في الاستخدام المباشر. خلاص طب لو جيت عملت كلاس 5 مثلا، لا انا مش عايزه في الفايل ده لان مش عايزه تبع باكج 3، تعال ناخده نحطه مثلا في باكج 1 او في باكج 2 او في اي حته. ده اسم مميز، يعني ايه؟ كلاس 5 ده مش موجود غير في باكج 1، وانا فوق هنا عامل ايه؟ باكج 1 كله وباكج 2 عايز منها كلاس 1. لو جيت قلت كلاس 5 ما عنديش مشكله، مش لازم اقول بقى زي ما قلت فوق باكج 1 دوت كلاس 1 وتقول لي اصل انا عامل استرسك، اقول لك لا لا لا، هي الفكره كلها انا حاطه باكج 2، لا انا كنت اقصد ان انا احطه باكج 1. طيب مش مشكله، اوريك برضو ازود كلاس ثاني باكج 1. انا عايز اقصد ايه؟ الافضل انك تقول اما تعمل امبورت الكلاس اللي انت عايزه بس، بيبقى اسرع. خلاص لكن لو قلت استرسك مفيش مشكله وانت بتستخدم كتير، انا بس هعمل كلاس 6 دوت جوه الباكج اللي هي رقم ايه، اللي هي رقم 1، عشان انا عامل باكج رقم 1 عاملها استرسك،
عشان اوضح لك ان انا لو جيت قلت سي 6 ايكوال كلاس 6 مفيش عندي مشكله. خلاص امتى يبقى عندي مشكله؟ لو الاسم ده متشابه في جوه باكجين يبقى لازم اقول اسم الباكج، او هو هيشوف الاسم اللي هو واصل باكج دوت اسم الكلاس هيعتمده هو ده. خلاص كده، دي بس الفكره اللي كنت عايز اوضحها. عشان بس اوريك الرننج يعني في الران تايم نتائج، هعمل بس انيشاليزيشن كده للكونستراكتور بتاعنا، هبرنت بس اسم الباكج واسم الكلاس لكل كلاس احنا استخدمناه عشان بس نشوف النتيجه بتاعتنا. خلاص كده يبقى فهمنا فكره الاولويه في ان انا اقول امبورت باكج نيم دوت اسم الكلاس، دي اولى لان انا لو قلت امبورت اسم الباكج دوت استرسك معناها ان انا حملت كله بقى مستعد في الميموري ان انا استدعيه، ومع اني ما بقاش محتاج كده لكن ما فيهوش مشكله لو انا بستخدم كلاسز كتيره، فمش معقوله هكتب كود كل شويه اعمل اسم الباكج كتيره، بالذات لو كانت اسم الباكج دوت اسم حاجه دوت اسم حاجه مثلا. فانا هنا بعمل ايه؟ ماشي على كلاس 1 بقول بقى ده باكج 2 كلاس 1، ده باكج 2 كلاس 2، ده المجرد بس بحط ببرنت اسم الباكج واسم الكلاس عشان بس لما نيجي الرن يبقى احنا شايفين انا رنيت ايه. انا شغلت سي 1 وسي 2 فطلع لي اهو باكج 1 كلاس 1 باكج 2 كلاس 1 باكج 1 كلاس 1 باكج 2 كلاس 5 باكج 1 كلاس 6 وكله مظبوط. دي كانت فكره الباكجز اللي احنا بنستخدمها بشكل معتاد، حتى لو احنا ما عملناهاش بتبقى كل الكلاسز اللي بنعملها جوه الباكج اللي بنسميها الروت.